بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ شلون عينكم؟ معك عبد الرحمن او اذن ملولم، واليوم جايب لكم الافضل في شهر فبراير. طبعا هذه سلسلة بشكل سريع جديدة في القناة، راح تكون بشكل شهري باذن الله. راح نستعرض لكم افضل 5 ابسودات نزلناها في الكلان، وراح نتكلم عن افضل المصممين وافضل عضو بشكل عام. فبسم الله يلا نبتدي. معانا افضل عضو لهذا الشهر ايرن عيسى، صمم لنا ابسود خالع، طبعا راح نشوفهم بعد شوي. فيلا خلنا نبتدي معاكم. عندنا في المركز الخامس ايرن ماينز، صمم لنا ابسود حق ايرن زد فور، شيء رهيب. ومللت القعود كبحل جماعي، ناولوني فإني قد سألت. معنا في المركز الرابع أخوي إيرن عيسى، صمم لنا ويك تاج خرافي لأبطال إيرن. الأمة قد ساروا في خير منال، قيم أخلاق تربية بر إحسان. أما معنا في المركز الثالث اخوي ايرن سبيدي، سوى لنا انتروديوسنج حق ايرن فاست، رهيب. عندنا في المركز الثاني دول انتروديوسنج حق ايرن زورو وايرن كزر من المبدع فينزر. غريبة مرت الايام سريعة كأنها أحلام، وصلنا لآخر المشوار تخرجنا بعزم وصرار. أما معنا المركز الأول للمبدع المصمم واللاعب إيرن سيتينج، صمم لنا أول أبسود له خرافي. نحن عصبة الأسد، قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فهذا اللي عندنا هذا اليوم، اتمنى انه يعجبكم الافضل في شهر فبراير. نلقاكم ان شاء الله الشهر اللي بعده. فلا تنسوا يا شباب تقييم المقطع بزر لايك مفضل، تحط لايك والكومنت، وتتابعون حساب ايرن كلان تحت الديسكربشن في تويتر. وهذا اللي عندي، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.